بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكملو في لي بروبريتي دو لا ترانسفورماسيون فوري. نشوفو اليوم زوج لي بروبريتي، اليوم على دواليتي والمولتيبليكاسيون، صح؟ مهمين لانه نحتاجوهم في الحسابات كامل، يساعدونا يعني ينقصوا عليك بزاف حسابات، صح؟ دونك نعرفو باللي كي تكون عندك فونكسيون اكس دو تي، ترانسفورماسيون فوري تاعها هو اكس كبيره دو تي، دو اوميغا عفوا مش دو تي، صح؟ دونك ايماجيني انت هذه لا دواليتي، تقول لك ايماجيني عندك دونك اكس دو تي، اكس كبيره دو تي يعني ترانسفورماسيون فوري تاع واحد الفونكسيون، ولكن يعني هو واحد الفونكسيون اللي تشبه للترانسفورماسيون فوري، مفهوم؟ ولكن فيها تي، مفهوم؟ هو يعطي لك يعني اف دو تي يعني فونكسيون في يعني في الدومين تومبورال، في الزمن، مفهوم؟ بالتي يعني في المتغير تاعك الاصلي. ولكن انت هذه كي تشوف فيها، كي تشوف في ديك الفونكسيون، شو تلاحظ؟ تلاحظ باللي هي واحد الترانسفورماسيون فوري، هي نفسها ترانسفورماسيون فوري تاع واحد الفونكسيون، ولكن راهي في الوقت، مفهوم؟ يعني هي مش ترانسفورماسيون، ولكن كون جات في بلاصه تي، كون جات في بلاصه تي الاوميغا، فانها راح تكون واحد الترانسفورماسيون فوري تاع واحد الفونكسيون، مفهوم؟ يعني شي يقول لك الا بغيتي دير لها ترانسفورماسيون فوري عادي، انت عارف الترانسفورماسيون فوري تاع يعني ياك عارف الفونكسيون تاعها الاصليه اللي يعني يجي من هذاك ترانسفورماسيون فوري، اذا يعني ما تعيش راسك بالحساب، شي تروح دير دو بي في يعني في ديك الفونكسيون اللي عارف الترانسفورماسيون فوري تاعها، فهم؟ صح تبان شويه معقده وكامل راني عارف، ولكن هي سهله بزاف، لانه دونك في الامثله نعرفوها يعني تفهمها. دونك ديجا دوك نشوفو كيفاه. قلنا مثلا هو يقول لك عندك اف دو تي، يعطيك واحد الفونكسيون، يقول لك اعطيني ترانسفورماسيون فوري تاعها، ولكن انت كي تغزل فيها اش تلاحظ باللي يكون تعوض مثلا يعني يكون تعوض في بلاصه تي بالاوميغا، راح تكون ترانسفورماسيون فوري تاع واحد الفونكسيون تاع ديجا تعرفها اللي هي اكس دو تي، مفهوم؟ واحد الفونكسيون تعرفها. دونك انت اش تروح دير؟ ما تروحش تحسب بالترانسفورماسيون فوري تاعها من الاول بالانتيغرال وكامل، اش تروح دير؟ انت تعرف هذه، مفهوم؟ اش تروح دير؟ تروح تضرب 2 بي في هذيك الاكس دو تي يعني الفونكسيون تاعك، ولكن في بلاصه تي اش دير؟ دير موان اوميغا في هذا المكان، مفهوم؟ وفي التمارين تفهمها طريقه ضربيه، صح؟ دونك نبرهنوا عليها، نسيو نبرهنوا عليها، صح؟ حنا نعرفوا باللي الاكس دو تي هذه الترانس يعني هي جايه من ترانسفورماسيون فوري العكسي 1 على 2 بي تاع اكس كبيره دو اوميغا اكسبونونسيال جي اوميغا تي دي اوميغا، هذا هو ترانسفورماسيون فوري العكسي تاع هذه اللي يعطي لك هذه، فهم؟ هذه نعرفوها، صح؟ دونك هذا الدو بي راح نجيبها منا، يعني ما صاي نجيبها منا، دونك تولي لهنا عندي دو بي، فهم؟ هذه منا راحت، فهم؟ صح. ضربك لهنايا نعوض التي يعني في كلا طرفي المعادله، هاي المعادله منه نعوض في بلاصه التي بموان تي يعني متغير جديد، دونك ندير لهنا الموان ولهنا الموان، دونك شغل ما درنا والو، مثلا تكون عندك ا تساوي بي، اذا درت الموان من والموان من يعني في المتغيرات مش راح تبدل، لانه هذه معادله هذه ساهله، فهم؟ صح. ضربك شاندير في بلاصه الاوميغا ندير التي، وفي بلاصه التي ندير الاوميغا، واحد يقول لي بصح هكا راك غيرت المعادله، لا ما تغيرش المعادله، علاه؟ مثلا نعطيك مثال، يكون عندك ا زائد بي مربع، هذه شنو تساوي؟ هي تساوي ا مربع زائد 2 ا بي زائد بي مربع، هذه هي منطبقه شهيره، صح؟ هل تتغير المساواه؟ هذه المساواه هل تتغير اذا غيرت ما بين الا والبي؟ مثلا درت لهنا بي ولا هنا ا ولا هنا بي ولا هنا ا، مش راح تتغير، مفهوم؟ هذه هي كذلك، هذه معادلة يعني مش راح تغير إذا بدلنا الأوميغا بالتي والتي بالأوميغا، مفهوم؟ دونك تولي عندك دو بي في إكس دو موان أوميغا في بلاصة الآخر، الانتيغرال تساوي الانتيغرال موان لانفيني زي لانفيني تاع إكس كبيرة دو تي، لأنه بلاصة الأوميغا درنا تي، إكسبونونسيال موان جي في بلاصة الأوميغا نديرو تي، في بلاصة تي نديرو أوميغا، ولكن لهنا راهم في زوج كاينين يعني ما يتبدلش. فقط تولي تي اوميغا، ولكن انا نكتبها اوميغا تي، مفهوم؟ بلاصه الاوميغا اش قلنا نديرو؟ نديرو تي، دونك تولي دي تي، هذه تاعي هي ترانسفورماسيون فوري تاع هذا الفونكسيون، مفهوم؟ هذه اكس كبيره دو تي، هي ترانسفور يعني وكانه رانا نديرو في ترانسفورماسيون يعني دو فوري، مفهوم؟ هاي يعني كي دير ترانسفورماسيون فوري تاع هذه
شارك راح تصيب هاك راح تصيب هذه فهم هكا برهلنا عليها فهم صح نروحوا للمولتيبليكاسيون اللي هي ثاني نخدموا بها بزاف دونك يعني في شحال من حالات لانه خطرات يكون عندك فونكسيون فونكسيون شغل تزيد تتعقد فاهم تزيد تكومبليكا دونك على ذيك حنا نعتبروا يعني نخدموا ونكونوا اذا كنا عارفين ترانسفورماسيون توري تاع كل وحده نخدموا بهذه البروبريتي بلا ما يعني نخدموهم في زوج مع بعض تتعقد شويه في بالتكامل تاع ترانسفورماسيون توري صح دونك هذه باه نبرهنوا عليها صح كون هذه ننطلقوا منها ونشوفوا اسكو تبقى يعني تكون متحققه ولا لا دونك تعرف باللي U دو تي في ال V دو تي دونك شنو نديرو هذا الضرب تاعهم هي يعني دوك نديرو ترانسفورماسيون توري انفرس لهذا دونك بيان سور هي واحد على اثنين بي موان لانفيني بلوس لانفيني يعني هذا هو يعني ترانسفورماسيون توري العكسي دونك نحطو هذه كيما راهي اللي هي واحد على اثنين بي فهم يعني في U دو اوميغا كونفوليسيون هذا V اوميغا ف في دي اوميغا لهنا الاكسبونونسيال جي اوميغا تي ما ننساوهاش مفهوم دي اوميغا هذه هي صح الكونفوليسيون شنو قلنا يساوي دونك هذه واحد على واحد على 2 بي تبقى كيما راهي دونك وهذه دونك تولي مربع تولي مربع كيما هكا الانتيغرال موال انفيني زائد انفيني دونك هذه الكونفوليسيون هذا شيء يساوي تكامل قلنا موال انفيني زائد انفيني تاع اي دو طو ف في ال في دو اوميغا موان طو فهم دي طو هكا ف في اكسبونونسيال جي اوميغا تي دي اوميغا فهم هذه هي دونك هذه دوك نزيد نسامبلي فيها دونك تولي دو بي لهنا مربع موال انفيني بلس لانفيني موال انفيني ثان بلس لانفيني صح لهنا تولي عندي اي طو فهم دوك شنو ندير هذه نضرب في اكسبونونسيال جي طو تي ونقسم اكسبونونسيال جي طو في تي شغل ما درنا والو ولكن انا شنو نحوس نحوس باه لهنا هذه كي تطلع الفوق تولي بالموا يعني بهذو نجبد هذا المتغير يعني ونبدلو هذا المكان دونك راح ندير دونك هذه مع هذه راح تولي جي في تي دونك تي تخرجها هي والجي والتي دونك تولي في اوميغا ناقص طو ولهنا تولي عندنا اوميغا ناقص طو دونك نبدلو المتغير نسموه كا هو اوميغا ناقص طو مفهوم ونعوضو لهنا دونك شنو تولي تولي عندي اي دو طو لهنايا في دو هذا المتغير الجديد كا وكي نديرو يعني دي كا هو نفسه دي اوميغا كي تستقل الطرفين فهم دونك تولي عندك في دو كا لهنايا هذه مع هذه ستولي تولي اكسبونونسيال جي في كا في تي لانه لهنا اوميغا ناقص طو هذيك تطلع على الفوق وتجمعهم هذو مع بعض الاكسبونونسيال ا في اكسبونونسيال بي هي اكسبونونسيال ا زائد بي فهم دونك وهذاك المتغير اللي هو اوميغا ناقص طو هو سميناه كا مفهوم دي طو ولا هنايا ما تنساش هذه اكسبونونسيال جي طو في تي ومن بعد دي اوميغا قلنا هي دي كا فهم دونك هذه يكون نستفها استفها برك دونك تولي عندي واحد على اثنين بي تكامل موال انفيني زائد الانفيني تاع اي دو طو مفهوم اكسبونونسيال جي طو في تي دي طو مفهوم جبت هذه وهذه وهذه مع بعض مفهوم مضروبة في واحد على اثنين بي يعني عندنا زوج منها ما تنساش ف يعني موال انفيني زائد الانفيني تاع في دو كا اكسبونونسيال جي كا في تي دي كا فهم هذه استاه هي يعني هو ترانسفورماسيون العكسي تاع اي دو كا اللي هي اي دو تي مفهوم اللي هي هذه وهذه تاع هذه في دو تي وهذه تاع اي دو تي راك تشوف يتسمى هذه البروبريتي يعني راهي فاليد يعني راهي متحققه فهم دونك بيان سو قلنا الفائده تاعها انه كي يكون عندك زوج لي فونكسيون مضروبين مع بعض راهي راح تكون شويه معقده يعني على هذيك نستخدموا هذا البروبريتي فهم في كثير من الاحيان وهذه كذلك وفي يعني التمارين نفهموها مليح والحمد لله رب العالمين.